شفت ازاي المستوى الفني لمحمود وحيد، وشفت قدر ان هو يعوض غياب علي معلول بالنسبة لك؟ بص، محمود من اللعيبه المميزه جدا، ومن سنة النادي الاهلي لما جه اختاره من المقصه. محمود عنده حاجه ايجابيه حلوه جدا، بيلعب باك شمال وبيلعب جناح، فدي بتدي ارتاحيه للمدير الفني انه يحتاجه في اي مركز من المراكز، وممكن ارتاحيه كمان حتى ممكن يعمل تغيير جوه الملعب بتقلل عدد التغييرات شويه. لكن محمود وحيد من اللعيبه المميزه جدا، قدر مع فتره الغياب اللي هو كان غيبه الفتره اللي فاتت، ما كانش موجود لان علي معلول على طول موجود كاساسي. لكن انا شايف ما بينش الجمهور النادي الاهلي خالص او احساسنا ان هو بعيد عن الملعب، قدم مباراه جيده جدا. اتمنى له ان شاء الله التوفيق، ان هو يكون عنده الاستمراريه، على الاقل يكون موجود وما نفكرش في كل مباراه يلعبها نقلق بوجود محمود وحيد، لانه فعلا من اللعيبه المميزه جدا. ايه يا كابتن اوجه الاختلاف بين وقت المباريات الافريقيه وقت جيل حضرتك ودلوقتي؟ يعني بتكلم على تحديات كتير ممكن كانت بتقابلكوا، السفر، الاقامه، الطقس، المناخ الشديد ده، احنا بنتكلم على درجه حراره عاليه جدا دلوقتي في تنزانيا، كنتوا بتتعاملوا مع ده ازاي؟ او ايه الفرق الاول بين وقتها وقت جيل حضرتك ودلوقتي؟ بس الموضوع مختلف تماما، اولا اعلاميا، اولا كمان وموضوع الاعلام دلوقتي بيجيب حاجات كتيره جدا في اي سفريه للنادي الاهلي. دلوقتي في قناه للنادي الاهلي كمان بتجيب كل حاجه، بتجيب بتطمن جمهور النادي الاهلي على البعثه، بتطمن خطوه بخطوه اللعيبه كل حاجه. دي حاجه، اول حاجه موضوع الاعلام. تاني حاجه، لا طبعا الموضوع مختلف تماما، طبيعه الجمهور كمان اختلفت. الجمهور الافريقي بقى اهدى شويه من جمهور افريقيا زمان. يعني انا لعبت مثلا من المباراه اللي افتكرها نهائي افريقيا 93 مع افريقيا سبور، كان مباراه صعبه جدا، الجمهور صعب جدا. 1-0 هناك، محمد عبد الجليل 1-1 هناك، وكسبنا 1-0 هناك، كسبنا 1-0 هنا، هدف عادل عبد الرحمن من ضربه جزاء من الفرق اللي صعبه جدا افريقيا سبور في الوقت ده. الطقوس بقى المباراه والجو الحر والطقوس بتاعت الجماهير نفسها، وانت داخل على الملعب وازاي بيخوفوكي، وازاي يكون مثلا خنزير مذبوح تحت رجليكي ودم لا موضوع مختلف تماما. دلوقتي الصعب اللي انا شايف صعب في جمهور المغرب العربي شويه، اذا كان فرق المغرب، اذا كان فرق الجزائر، اذا كان فرق تونس، لكن غير فرق افريقيا. ايه موضوع الخنزير مذبوح ده؟ هم بيتفائلوا ان هم يعني يعملوا كده، زي كانوا بيقولوا اعمال في سحر. هي بتبقى اكيد يعني الموضوع مش كده، بيبقى حرب نفسي على اللعيبه، بيحطك تحت ضغط نفسي انك انت تشوف منظر زي ده تقلق. الحاجات دي كانت حرب نفسيه. كنت بتتعامل وقتها؟ لا، احنا طبعا لعيبه النادي الاهلي الخبرات، احنا كنا صغيرين لسه، انا مثلا وكابتن وليد صلاح الدين وكابتن هادي خشبه كنا صغيرين. اللعيبه الكبار بتاخد بايدينا ومتعودين على الحاجات دي. كانوا يقولوا لنا لا ما تقلقوش ما فيش حاجه، كابتن احمد شوبير طبعا كابتن الفرقه في الوقت ده، ما تقلقوش ما فيش حاجه، وكانوا بيطمنونا وعادي الامور دي بتعدي. وانا برضو شفت التجربه دي الموسم اللي فات، كنت ماسك الهلال السوداني بالزبط. مع كابتن حمرا صدقي، ولعبنا طبعا مباراتين كانوا صعبين جدا مع النجم الساحلي في تونس، وقدرنا نكسب النجم الساحلي، وده كان اول فريق السوداني يكسب فريق تونسي في افريقيا في تونس. فعشت برضو الاجواء مع فرق تونس كمدرب، برضو بتبقى اجواء صعبه جدا النجم الساحلي هناك، مباراه بتبقى صعبه جدا الجمهور النجم الساحلي من الجمهور اللي لا يقبل الهزيمه ولا يقبل التعادل. فانا شايف دلوقتي جمهور شمال افريقيا كله هو ده المختلف بقى دلوقتي، حماس كبير قوي. هو ده المختلف دلوقتي عن الجمهور زمان، كان جمهور افريقيا الاول صعب. دلوقتي جمهور المغرب العربي اللي صعب، اذا كان المغرب، اذا كان الجزائر، اذا كانت تونس،